ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المصرية. دكتور فايز مساء الخير، أهلا بكم. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ عمرو. دكتور فايز، يعني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس واليوم في مناسبتين مختلفتين يؤكد على مجموعة من الثوابت، استشعار مصر لخطورة ما تمر به المنطقة، أن المنطقة تتجه نحو عواقب خطيرة في الإقليم أو اتساع رقعة الصراع، وكذلك أن السياسة المصرية هي سياسة متزنة إذا ما يحدث في المنطقة. برأيك ما هي أهم الرسائل التي أراد الرئيس المصري على مدى يومين أن يوصلها، ليس فقط إلى الداخل ولكن إلى الإقليم والخارج؟ نعم، يعني في الحقيقة طبعا هناك مجموعة من الرسائل المصرية، وهناك أيضا تأكيد على مجموعة من الثوابت المهمة في عقيدة الدولة المصرية وفي سياساتها الخارجية. أولا فيما يتعلق بالثوابت، يعني كما أشار فخامة الرئيس أنه الدولة المصرية سياساتها الخارجية تجاه الإقليم بشكل عام وتجاه أزماته المختلفة التي يعيشها الإقليم منذ عقود، ليس من الأزمة من منذ الأزمة الحالية التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، لكن منذ عقود الإقليم يعيش مجموعة من الأزمات تعمقت أو أصبحت أكثر وضوحا منذ أحداث 2011 حتى الآن، أو ما عرف اصطلاحا بالربيع العربي الذي يعني أطاح باستقرار مجموعة من دول المنطقة لم تستطع حتى الآن الخروج منها. في ظل كل هذه التحولات العنيفة التي يمر بها الإقليم، الدولة المصرية ظلت ملتزمة بمجموعة من الثوابت المهمة. أولا أنه يعني السياسة تقوم على التوازن الاستراتيجي، بمعنى أنها لا تؤمن بفكرة يعني الانحياز إلى سياسات متطرفة في الإقليم، أو لا تنحاز إلى التحالفات أو المحاور. كل هذه الأمور يعني بعيدة تماما عن توجهات السياسة الخارجية المصرية. أولا، ثانيا أنها جزء من حلول يعني الأزمات في المنطقة، والعنوان الأبرز أو المسار الأبرز في هذا الإطار هو إيمان الدولة المصرية بالدولة الوطنية في المنطقة، الانتصار وحماية للدولة الوطنية وحمايتها، ومساعدة الدول المأزومة على العودة مرة أخرى إلى مسار الدول الطبيعية. الدولة المصرية والسيد الرئيس أكد على هذه العقيدة في مرات عديدة، في لقاءات ثنائية وفي لقاءات مع القوى الكبرى وفي كل تحركات الدولة المصرية في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن. هذه جزء من العقيدة المصرية. الدولة المصرية مارست هذا في التعامل مع كل الأزمات في المنطقة، مع الأزمة الليبية، مع الأزمة السودان الشقيق، مع الأزمة السورية. الدولة المصرية كانت حاضرة بقوة لمساعدة هذه الدول الشقيقة على الخروج من أزمتها دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. الدولة المصرية ساهمت ولعبت دورا رئيسا في توفير الأجواء للنخب الوطنية في هذه الدول لمساعدتها على الخروج من الأزمة، لمساعدتها على أن تطور رؤية سياسية وخطة سياسية، خطة طريق للخروج من أزماتها، لأن هذا جزء من عقيدة الدولة المصرية، إقليم مستقر ركيزته الأساسية الدولة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، حتى الأزمات المشتعلة في الإقليم التي اشتعلت على خلفيات يعني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الدولة المصرية انخرطت بكثافة في المباحثات السياسية للخروج من هذه الأزمة. لكن للأسف الشديد في المقابل هناك دول في المنطقة ما زالت تسعى إلى يعني حرق الإقليم، وتسعى إلى يعني خلق حالة من الفوضى في المنطقة من خلال العدوان ومن خلال التدمير ومن خلال، ومع ذلك الدولة المصرية مارست درجة كبيرة من ضبط النفس ومن الصبر الاستراتيجي، رغم أنها ترفض كل هذه الأمور. وتنطلق الدولة المصرية من في هذا كل هذا انطلاقا من أولا حماية أمنها القومي، ثانيا المساعدة أو أن تكون جزء من حلول لهذه الأزمات.
لكن رغم كل يعني مع كل ذلك فإن الدولة المصرية لديها القدرة وملتزمة تماما بحماية أمنها القومي وعدم السماح لأي طرف مهما كان في المساس بالأمن القومي المصري والمساس أيضا بالثوابت العربية. يعني مصر تتحرك هنا ليس فقط على أرضية قطرية أو أرضية فردية لكنها تتعامل أيضا على أرضية حماية الأمن القومي المصري. كل هذه ثوابت واضحة في السياسة الخارجية المصرية، والسيد الرئيس يعني أعاد التأكيد على هذه الثوابت في مناسبات عدة كان آخرها بالأمس. بالإضافة إلى ذلك هناك رسائل واضحة للمجتمع الدولي، رسائل واضحة للقوى الأخرى في المنطقة بأنه الجميع يلعب بخطر شديد وهو استقرار هذا الإقليم، لأنه إذا اتسعت رقعة الصراع لن تكون في مصلحة أحد، لن تكون في مصلحة حتى الأطراف التي تمارس هذه السياسة الخطيرة حتى وإن كانت لا تدرك خطورة هذه السياسة على المدى البعيد. نعم، وبالفعل يعني كان هناك مطالبة من الرئاسة المصرية للجميع بالتأني والحذر والدراسة لأي إجراء أو خطوة كي لا تتعمق ويتعمق الصراع في المنطقة.